حياكم الله جميعا على العين وعلى الرأس. حياك. العفو منكم يا رياحنا، وأنا مستعد لدفع أي تكاليف جزاء محرقة بيت راجح. العفو عنا وعنكم، ما نستحق نخرج من هذا المكان إلا والنفوس طيبة. وأنت يا حبيب، من يشتري العفو يعفي. والله حكيم، حكيم يا حاج مقدام أمان. الحكم حكمكم يا رجال، وأنا مديت أختي معي. أنا أقول لا تجلس في بيتي لما يطلع حكمكم. اسمعوا يا جماعة الخير، واستعينوا بقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صلى الله. والحكم لكم يا مجاورة، المقتول ابنكم والقاتل ابنتكم. وأنا يا جماعة الخير عفيت عن عاتقة أخت فراس من دم أخي صابر. جزاك الله خيرا. عفيت عنها لوجه الله الكريم. جزاك الله خيرا. الله يبيض وجهك ويزيد الرجال من أمثالك يا حبيبي. وأنت أخوة وعيال عم والظفر ما يخرج من اللحم. شكرا لك يا شعير، وشكرا لك يا سخ على الذي فعلته. أنا ما فعلت إلا واجبي، وأنتوا أهلي من زمان، والحمد لله الذي أزال الخلاف فيما بينكم. ادفنوا ما في قلوبكم وحيوها بالسلم والسلام، وسلامتكم يا رجال. سلام سلام سلام. وبنية الصلح والتسامح وإسقاطكم عن الدم نقرأ الفاتحة. لحظوا يا جماعة، قبل ما نقرأ الفاتحة، بعد المصالحة وحل المشاكل وكل واحد دري ماله وما عليه، أنا محتاج وقفتكم، خاصة الشيخ شعيب. أبشر يا رياحني. طلبي هو عند الحج عابد للمرة الثالثة. يا حج عابد، أنا طالب يد حفيدتكم، ما هو ردكم؟ أبشر يا ذاك، إن شاء الله هني لك. نعتبرها كلمة بين الوجيه؟ أكيد يا ذاك يا من. إذن نقرأ الفاتحة بنية الصلح وفتح السد ونية زواجي من بنت المجاوري. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كلام. الله يجعل في ذاك الخير. مبروك يا